اخوان السلام عليكم، كبيرين هانيين بروح عواشركم. انتم اخوتي غنديرو اليوم واحد الجوله هنا في هذا الماركت. انا اخوتي راه كاين شويه الغلا عندنا. انتم اخوتي بالنسبه للمطيشه هنا هذه ديال هذه، بالنسبه اللي باقي يبغى يدير الحريره كيبغي يدير السباكيتي وداكشي، يعني كتجي زوينه حتى هي. زادوا فيها في الثمن ديالها، كانت غير 45 ولا 55. هنا عندنا اخوتي مشكل ديال الزيت والدقيق، يعني مقطوعا عندنا اشي مقطوعا، غير هما كيحطوا واحد النسبه والناس كطير بهم، يعني الا ما جيتيش في الصباح ولا في العشيه يعني ما تلقاهمش. انت اخوتي درا بلاصت الدقيق ما كايناش. هنا بلاصت الزيت حاطن فيها السكر، يعني راه ما كاينش، وزادوا في الاثمنه ديالهم. اخوتي بالنسبه لهادشي ديال الليمون، الليمون اخوتي شهرو 43 كيلو. هذا اللي كتلقاوه بالحمر يعني راه فيه تخفيض، روتزا 60 مندرين. البنان اخوتي تا هو شويه غلا، روتزا 70 هذا غالي شويه. بالنسبة للتفاح، التفاح راه غالي، أورو 75 كيلو، أورو 59. هنا المعيشة عندنا خوتي غلات بزاف هاد الحنايا، خصوصا هاد المشاكل اللي واقعة في روسيا وداك الشي، هنا أغلبية ديال الخضرة وداك التخربيق كلشي غلا. شوفو خوتي هنا شغل نتوما الأثمنة. ثم اخوتي بالنسبة للمطيشة الى رخاص شوية راه كانت ندير 4 اورو، 3 اورو 99، يعني راه ناقص منها شوية. اغلبية ديال الاثمنة غلات عندنا هنايا، بالنسبة للخضرة كلشي زادو فيها اخوتي، كلشي غلا عندنا هنايا. يعني بالنسبة للناس اللي كيسولوني الاثمنه على الصالير ديال الخدمه وداكشي، حنا اخوتي راكم عارفين يعني كيبدا الاثمنه هنا للساعه، يعني 12 اورو للساعه، ولكن 12 اورو للساعه راه والو، يعني راه كتخلص عليها الضرائب اللي غاليه. يعني 12 اورو للساعه الا خدمتي الشهر كامل تقدر تجيب يلاه هذيك 1300 ولا 1200، يعني بالنسبه لي ما عندوش الاولاد كيتكرفص، هذي كيقطعوا لي الضرائب بزاف. تما خوتي هنا شوفوا الاثمنه اللي تاهم هنا، هذي مطيشه ديك الصغيره كما كتشوفوا هنا، راه كلا الاثمنه هنا خوتي، راه الكيلو شوفوا الكيلو شحال داير، هذي الكيلو راه 9 اورو و35 الكيلو، هاد المطيشه الصغيره يعني هذيك 300 غرام راه مديرات 2 اورو 79. هنا باش نوريكم الفرق، هنا الى شتو راه كتبان صغيره 3 اورو و38 الكيلو، يعني اورو 69 نص كيلو،